بس بس بس. نادين زهار مصاب بمرض التصلب الضموري من لبنان، هالمرض يلي مش كتير معروف ويلي بيكلنا نحن وواعيين، هيدا هدفنا من الحملة. لهالسبب عم شارك، مش للتسلية، مش لصرف المي، ومثل ما في مي وتلج بهالسطل رح اقبل انه حس لثواني قليلة مثل ما حسوا رفقاتي بيلي عم تشعروا فيه انتو مرضى الـ ALS. في يكون السطل فيه كمان رمل لنشعر كيف بيوعوا اطفال غزة والعراق وسوريا على القصف وبيهبط بيتهم على سقفهم. اليوم نحن اخترنا مي وتلج فقويت قلبي ورح يا ماما ورح اعملها. هي منا تسلية، هي دعم فعلي لهالشعور يلي رح نقطع فيه لثواني معدودة. قبل ما اعمل السطل بدي اتحدى العقل المدبر نادين مجذوب، بدي اشوفك عم تدلقي عليكي قاعده عم تفرج علينا، وبدي اتحدى ابني جورج، وبدي اتحدى انتو كل جماعه اللي قاعدين بالرجيه جوا الكم كذا يوم قاعدين تتفرجوا علينا، بدي اشوفكم رف عم تدلقوا اسطوله على راسكم. يلا اجا هلا عجد وجد هلا عليه. عوينات بليز للايماج دو مارك، ما لازم ينتزعوا. ميرسي. لا ماشي الحال. يا ربي دخلك. نايمة تانيا، كم سنة؟ حرام اجيب، بتعرف المشكلة انه لازم تجيبوا حريم الحاف غير تغطونا انه مش منطق. حرام على كل حال. يلا معلش تعيشوا وتاكلوا غيرك، بالنهاية في قضية والحملة أكيد لها معنى مش كيف ما كان. رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها منكفي مع الشيف شادي ورشة ملح.